نحن من هنا من الصين الشعبية نؤكد إلى هذا السفاح أن يرحل ويترك اليمنيين ليروا المستقبل الزاهر لأبنائه حتى يستطيعون أن يعلموا أبنائهم التعليم الصحيح والصحة الصحيحة، وحتى لا يكون هذا الكابوس لمدة 33 عاما أن يؤهل لكابوس جديد لمدة 33 عاما. نقول له ارحل ودع اليمنيين وشأنهم حتى يرون منهم. نقول أن التجار هنا منتظرون على أحر من القمر لكي يعودوا إلى بلادهم ويستثمروا هناك، ويقول لهذا الرجل افتح لنا الطريق لنبني هذا البلد. إن البيئة الاستثمارية التي تركها لعبد الله صالح هي بيئة فاسدة لا تكذب إلى الفاسدين، ومجرد أن يرحل وبيئته سيأتي المستثمرون من كل أصقاء العالم، والمعروف أن اليمين هم أصحاب رؤوس الأموال وأصحاب الاستثمارات العملاقة في كل أرجاء المعمورة. أريد أن أقول للرئيس علي عبد الله صالح، كفاك ظلما واستبدادا بهذا الشعب. دع الشعب اليمني يقرر مصيره بنفسه، دع الشعب اليمني يشعر أنه من الأمم المتقدمة، فقد جعلته من أذل الأمم بعهدك. في كلمتي ألقي الشكر الكبير والجزيل لشباب اليمن والشعب اليمني الذي أثبتوا بثقافتهم وأثبتوا بدورهم الفاعل بأنهم هم أصل الحضارات وأصل الأمم. وصراحة أنا أعجب بالشعب اليمني وبثقافته الجديدة التي خلقت بفجأة ومفاجأة تفاجئ العالم الإسلامي والعالم بأكمله بهذه الثقافة الجديدة والتنوع الجديد والالتحام القوي للعدل. والسلام عليكم ورحمة الله. نقول لهذا الطاغية أن أفضل شيء ممكن أن يقدمه لهذا الشعب وأن يرحل ولا يفرض الوصاية على هذا الشعب، فهذا الشعب أثبت لنا وأثبت للعالم أجمع أنه على مستوى المسؤولية، وأنه قادر على تحمل مسؤوليات هذا الشعب، وقادر على بناء دولة المؤسسات، دولة القانون التي ما فتى اليمنيون يحلمون بها منذ قيام دولة 26 سبتمبر و 14 أكتوبر. ونقول لهذا الطاغية أن هذا الشعب لقد شبع على الطوق وأصبح قادرا على أن يدير البلد بدون أي وصايا عليه، ونقول له ارحل فما زال الوقت أمامك، وإلا سيلعنك اللاعنون وسيلعنك التاريخ. فما قدمت لهذا البلد إلا الدمار، وما قدمت له إلا مزيدا من الفقر والجوع والتخلف. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. ماذا أقول لهذا الرئيس الخائن الذي عندما كنت طفلا أدرس في الابتدائية كان رئيسا، والآن أنا يعني في آخر العمر وهو رئيسا، ماذا عمل لليمن غير التخلف؟ لا يوجد غير التخلف والفقر المقطع، لا يوجد شيء آخر. لقد أهان هذا الشعب ودنس كرامته وسرق حقوقه كاملة، لا يبقى لهذا الشعب سوى الهوان والذل من هذا الحاكم الذي استولى على ثروات الوطن واستولى على سلطات اليمن واستولى على كل شيء، حتى الهواء الطلق لم يتركه لليمنيين يتنفسوه بحرية. دع اليمن واترك اليمنيين وشأنهم، ارحل من هذه البلد، كفاك 33 عاما، كفاك، خذلت الشعب الذين أعطوك الأمانة وحملوك إياها وأنت تخونهم، ودائما تتحدث عن صناديق الاقتراع. ما هي هذه صناديق الاقتراع؟ صناديق الاقتراع الذي أنت تختمها بيدك مع أصدقائك، هذه هي صناديق الاقتراع. لم يعد أحد من الشعب يثق بكلامك، ارحل ويتركنا وشأننا، ودع الناس الذين لديهم الكفاءة أن يقومون في بناء هذه الدولة، لأنك تضع الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب. من أنت؟ أنت شخص واحد، أنت من الأقلية، واليمن يمن عريق ذو حضارة وكرامة. دعنا وشأننا وارحل. السلام عليكم ورحمة الله.